وش هالجرأة اللي انت فيها؟ ترك زوجتك بشهر العسل وجاي هنا بكل وقاحة تسهر؟ هذا لحظة قصر حسي، الناس هتجي تلتم. ضحكني والله، وشو اللي تلتم علينا؟ ويا ليت بعد سهران مع ملك الجمال، سهران مع الأشكال الرخيصة هذه. نعم أقول إذني، أقول إذني جمعي عاد، احترمي نفسك، تخليني أقوم لجني وأفتح لك قدام الناس، أنا ما تهزي هني. ايش هالاسلوب الرخيص هذا؟ هاي انتي ترى انا غاده، ما تتكلمين معي بالاسلوب هذا. حبيبتي احترمي نفسك احسن لك، حبيبي قول لها منو انا. هذه زوجتي. قولها بصوت عالي، خلي الكل يسمع، خلي الكل يعرف انا شنو بالنسبه لك تحجه. مشاعر زوجتي. يا الحقير يا السافل يا المنحط، تترك القمر اللي جالسه هناك وتتزوج هذه؟ يا ليت كان عندي مويه نار عشان احرق بها وجهك. قوم يا حبي تحرك قوم. وانت بعدك جالسه قوم، ولا عاجبك روميو حقك؟ يلا 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 يلا. قوم قلت لك. الحق طيب انا اوريك. احنا هنعرفكم من سنين طويلة، والكل يشهد لكم بالأخلاق الطيبة. ما عليك زود يا عم، ما عليك زود. ايه وانا عمك، بس الوقت والزمن تغير الحين، ما عاد مثل قبل. صاحبة الشأن لها كلمتها، خصوصا موضوع حساس ومهم مثل هذا. يلا عسى الله يكتب اللي فيه الخير والصالح ان شاء الله. بس انت الحين عطنا وقت ان شاء الله نفكر وندبر امورنا ونرد عليك ان شاء الله. على خير ان شاء الله، أنا بانتظار ردكم. أستاذ الملك. إيه حياك الله يا محمد. الله يحييك، الله يحييك. جيبولي مويه مويه. بسم الله. هند هند حبيبتي هند. غادة وصل هند. وخر عن وجهك الثاني بعد، وخر يا الوسخ، وخر هند حبيبتي، وخروا، خلوا البنت تنفس، وخروا وخروا هند. بعدين يا فارس ايش يعني سويتها وجيت لابوي؟ مو قلت لك ما عاد لي كلام معك، كلامي مع ابوكي وبس. طيب بنشوف. عموما انا متزعله مع الوالد، يعني بكل بساطه ممكن اقول له ما ابي، حتى لو اصر اني اخذك اقولها لا ما ابي. والله ايش ذنبي انا؟ بس جد ليه متزعلين؟ ايش يسوي ابو نايف للقمر ومزعله؟ يعني عشان المناقصة. وربي معاه حق، صراحة اللي سويتيه ما يتسوى. فارس لو سمحت لا تفتح هذا الموضوع. طيب طيب زين، لا تزعلين. المهم وش قال لك الوالد؟ الو عبد العزيز وينك فيه؟ اسمعني انا بالفندق بالسويت عند هند. المهم اسمعني، ابغاك تجيب لي الدكتور وتجي هنا على طول. ايه ايه هند شوي تعبانه. المهم اسمعني، جيب الدكتور وتعال سويت 706. يلا استناك، يلا بسرعه. باي باي. انا بيفهم شيء واحد، انت شلون سمحت لنفسك ان واحده مثل هذه تغلط علي؟ لا قدام اللي يسوى واللي ما يسوى، وحضرتك ساكت، لا قلت ولا كلمه ولا تحكيت. يا اخي حتى كلمة زوجتي ما قلتها الا لما انا جبرتك. زين حس قدر يا اخي، بطيت شبدي الطاولة اليمنى ما سمحت ان انت قلت لي زوجتي. نايف ايش فيك ساكت؟ تكلم، قول شيء، انطق. تدري شنو اللي قاهرني؟ اكثر شيء قاهرني وبط شبدي
انه مو زوجتك اللي تكلمت، صديقتها هي اللي تكلمت ولا وبهدلتني قدام الكل وكتت المشروب علينا، وانت حضرتك ساكت ما تكلمت. يا اخي فستاني الجديد ما تهنيت فيه. انزين خلني انا اولي، خلني انا اولي وفي الطقاق. بس يا اخي دافع عن نفسك، عن كرامتك، انت تهزأت قدام الكل. بس خلاص. ايش في هذه؟ ما قلت انا ولا شيء، حتى اللي بقلبي ما طلعته. نايف، يوه استغفر الله العظيم، ايش سالفتكم مع هند؟ طالعين تغيرون جو ولا تقعدون تطققوا مع الناس؟ يوه يا عبد العزيز تعال بس اجلس بقول لك السالفه الحين. طيب. مسكينه هند تكسر الخاطر، لو تدري وش صار، فيلم خيال شيء مو صج. المهم اسمعني، بالاول روح الصيدليه وجيب الادويه وبعدين اقول لك السالفه كلها. ايش حق اروح؟ ابقعد وياكم ما بخليكم بروحكم، ابكلم الصيدليه ويجيبون اي شيء نبي لهني. طيب خلاص اللي اشوفه. يا حنين انت. الو السلام عليكم دكتور. الو ريم، الحقيني انا في ورطه. لا 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 هالمره غير. هند شافتني انا ومشاعل في دبي. قول لي وش كان رياكشنها؟ ابغى اعرف اموت واعرف شو سوت هندو. ها يا اخوي بس انت علمني التفاصيل كلها والحل عندي انا. يعلمني مو وقت الكلام يا ريم. زين انا اقول لك سهله، قول لها بكل بساطه انه هذه زميلتي من قطر في الشغل وانشبت فيني، بس يعني واحده لزقه تتلزق. وشو؟ لا نايف قول لي انك قاعد تمزح معي. لا مو صادق، انت تزوجتها؟ مشعل وغيرها تزوجتها؟ ليه خلاص خلصوا بنات الديره كلهم؟ يا اخوي انت كل كارثه تسويها اكبر من الثانيه، وشلون الاقي لك حل؟ انا يبي لك معجزه مو حل. انا بس ابي افهم كيف قدرت تضحك عليك مشعل؟ ما لقيت الا ذي. زين يا نايف اسمعني كويس، انت تسكت نهائيا وتكتب على الخبر لين تجي هنا، ولا تتكلم فيه مع احد حتى مع نفسك، وان جيت انا بتصرف. زين يلا باي. بس يا نايف باي. ايش البلوه اللي انت مسويها؟ اهبل انت. يلا انقلع. شاعل يا نايف تتزوجها يا اخوي صاحبها. تتزوجها ليه؟ الو اقدر اكلم غادة لو سمحت؟ اي موجودة بس مشغولة والله غادة الحين. لا انا اخوها عبد العزيز، من اقول لها؟ طيب لحظة شوي غادة، بنت عم هند. وش تبي هذه بعد؟ الو هلا غادة، هلا حبيبتي، كيفك؟ اي انا ريم، والله ماني عارفه وش اقول لك. اي وصلني الخبر طبعا، والله اني سنعته. انا ابدا ما ارضى باللي سواه كله الا هند. لا ابدا، بتحسبيني سكت له؟ المهم طمنيني هند كيفها، حاول ادق عليها جوالها كله مقفل. وشو هي كويسه يعني؟ اي طب اقدر اكلمها؟ اي بس هند الحين نايمه. طيب حبيبتي ديري بالك عليها ها، وطمنيني، واول ما تقعد خليها تدق علي. غادة كنت بسألك، مين اللي رد علي؟ زوجك؟ لا اخوي عبد العزيز. ايه اخوك.
زين حبيبتي لا ابدا قولي له السموحه يعني اعتذري لي منه. اوكي بس لا تنسين تدق علي اول ما تقعد. فمان الله. ألو اسمعني يا نايف، أرسل لك الحين رقم غادة اتكلم. اسمعني زين. يدق عليها وش في خسرة شراعك؟ إن شاء الله تذبحك تلعن أسلاف أسلافك حقها. صوتك الشينة دي اللي أنت مسويها. تسمعني كويس، تدق عليها وتلم الموضوع وتروح وتلطف الجو وتعتذر قبل لا يوصل الخبر أبوي. وقتها مالي شغل. اي تنقلب عليك الدنيا فوق تحت، مفهوم؟ خبل. يلا يلا روح. الو خير وش تبي؟ صدق ما تستحي على وجهك، فوق شينك قوات عينك. هند نايمة، وش تبي تقول؟ طيب يلا اسمع قول الحين. من الاخر وش عندك؟ خلصنا. انت شلونها؟ عسى مو تعبانه واجد بس. يا سلام، نايف يسال عن هند وعن صحتها. أقول الكلام هذا مو علي أنا، أنت خايف إن هند ترفع السماعة للوالد وتقول لك كل شيء عن سوالفك، مو كذا؟ لا تسمعيني الله يخليك. في شغلة ضرورية لازم تعرفينها. أنا وأبوي لازم أقول له. بس ما ينفع أقوله وحنا بعيد. لو قلنا له وحنا بعيد بيقعد يفكر ويمخمخ ويضيعنا كلنا. لسه بتضيع؟ أنت ضايع ومخلص. أنا اللي بس قاهرني مو داخل مخي، في إنسان عاقل، في واحد عنده مخ زيك، يتزوج ثنتين بنفس الأسبوع؟ يعني تارك الحين بنت عمك الجميلة الناعمة هند ومتزوج الشيء الفظيع الكارثة زلزال ما أدري وش أسميها، شيء فظيع شفته معك. أنا بشرح لك كل شيء الحين، بس أبيك توعديني يا غادة إنك توقفين معاي في اللي بقوله لك. طيب يلا أسمعك، قول وش عندك. تفضلي. رد يا نايف رد. شنو هذه؟ ليش مو قاعد يرد؟ رد رد على جوالك، رد على الكارثة اللي فضلتها لبنت عمك وخذتها. غادة فهميني، ترى انا ما حاولت اذي هند او اضرها، بالعكس اصلا انا وهند ضحية. ضحية ايش؟ ضحية ايش يا عبد الحليم حافظ؟ ضحية لابوي واصراره انه يزوجنا. ابوك؟ شكلك متاثر كثير بفيلم ابيض واسود. والله عاد هذه قصتي، لا ابيض واسود ولا ملون، هذا حكم ابوي. ترى غاده انا حاولت قد ما اقدر اني ما اضر هند. انا تعبت وسافرت وتغربت بس بدون فايده، بالعكس المواضيع زادت سوء اكثر من اول. الحين بعد ما عرفت التفاصيل أبيك تحكمين وإيش اللي بيدي أسويه مثلاً؟ تزوجت على هند أول بنت صادفتها بحياتك. على فكرة مشاعل مو أول بنت صادفتها بعد هند. أوه ما شاء الله، أجل أنت أخذت فتاة أحلامك، يعني هالشينة اللي شفتها معك هي فتاة أحلامك. يشينك بس. لا الموضوع مو كذا مشاعل، والله ما أدري وش أقول، بس هي جت وانا تايه وضايع. لو سالتيني هالسؤال من يومين كان قلت لك اني ميت عليها وميت على الارض اللي تمشي عليها. والحين؟ والله ما ادري. وش الاحساس اللي عندك انت؟ كل يومين يتغير احساسك. انت شخص مو طبيعي، بعدين انت مو قادر تاخذ اي قرار في حياتك. تعرف وش الحل؟ المفروض انه يحجرون عليك. هذا ردك؟ تتمسخرين علي؟
هذا وانا كنت صادق معاك وفتحت لك قلبي وقلت لك على كل شيء. وانا كمان ترى تصرفي كان طبيعي، فعل وردت فعل، بس انت يا نايف الشيء اللي قاعد تسويه مو طبيعي. جالس تجمع مآسي في بيتك، هنت ومشاعل ومين كمان؟ لا ايش دعوه، مو لهالدرجه ترى. بعدين ترى اذا انا ما عندي عقل هم معهم عقول. شوفي من الاخر ترى انا ما جبرت احد يتزوجني. اها يعني قصدك ان هند هي اللي تقدمت لك وطلبت منك تتزوجك؟ لا ابوي هو اللي تقدم لها. تنكت بعد؟ يا رب صبرك بس. لا انا بعترف لك واقول ان انا كنت غلطان بحق هند 100% وما انكر هالشيء. طيب انا مضطر اني استاذن، ما اقدر اتاخر اكثر من كذا. تعرف عند الحالها فوق في الغرفه واخاف تحتاج شيء. اسمعني انا فكرت اعطيك فرصه، مو عشان التفاهات اللي قلت لي عنها، عشان شيء واحد. وبحاول اقنع هند انها ما تكلم ابوك وتخلي الموضوع يعدي، والسبب مع الوقت راح اقول لك وشو. ووقتها بطلب منك شيء وابيك تسوي. طب شنو هالشيء؟ قولي لي ولي تمرين فيه انا حاضر. والله يا نايف اكذب عليك لو قلت لك اني اعرف الحين وشو. خلها مع الايام راح اقول لك عنها. وانا متاكده وعارفه ان هند بنت اصول ما راح ترضى تسوي اي شيء، بتوافق انها تعيش معاك في نفس البيت. تصبح على خير. لا تروح الشركة. وين طال عمرك؟ على البحرين؟ انت ما تعرف غير البحرين؟ روح انا بقول لك بعدين. روح. هذا الظرف حقك. ليانا طال عمرك؟ اي ركز معي وفتح مخك كويس. ابيك تروح الحين وتحجز تكت. سكر هذه بعد، يعني وقتي يخلص الشحن الحين. يما يما وين شاحن تلفوني؟ وينه؟ بسم الله عليك ايش فيك مستعجل كذا؟ شاحن كنا شفته في المسجد. كم الساعه الحين؟ الساعه الظهر، ظهر الحين خلاص. ليش ما صحيتيني؟ ليش ما قعدتيني؟ ما قلت لي صحيني. خلاص حبك اليوم، انا كل يوم اصحيك ما تصحى. حبكت اليوم اني انا اصحيك؟ الله يهديك بس هبلت بي يا ولدي الله يرضى عليك. هند يلا يا هند الفطور جاهز. يا الله على هالبنت هذه. هند يلا. يعني لازم اروح واجيبك بنفسي. هند يلا بلا دلع، يلا يلا جبت لك احلى فطور. يلا صدقين مالي خلق اقوم من السرير. اقول بلا دلع بنات، خذي اشربي. مالي نفس. يلا اشربي يلا. وريني ضحكتك. يلا يلا انا غاده. يلا ايش تبين اسوي لك؟ جيبي السكين. يلا تحركي انتي. يلا قومي تحركي. يلا يلا قومي انتي. اوف على دلع هالبنات. يلا وش تبين؟ حمود وين رايح يا ابوي؟ افطر حبيبي كلك لك
لك الشنط. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الولد هذا انهبل، مو بصاحي أبد. فارس أنت أخونا الصغير، وإحنا كلنا حطينا ثقتنا فيك، لأنك والله الحمد تستاهل هذه الثقة، وعمرك ما قد فشلت نفشل. الله يسلمك يا أبو عبد الله. من فترة وأنا أسمع كلام، قلت خلي المواضيع تاخذ وقتها وتهدى. للأسف يا فارس، كنت جايك بموضوع صرت باثنين. تفضل يا أخوي اسمعك. أبيك تعرف لي كل شيء عنه، من يوم ما جابته أمه. وش يحب؟ وش يكره؟ وأبيك تشوف لي وضعه الصحي وسالفة العكاز اللي معه. ما تهمني الأخبار الزينة كثر ما تهمني الأخبار الشينة. سمعت؟ سمعت على أمرك. عن إذنك. ليش يا حبيب أمك ما بعت؟ أنا مو قالك بنفس بيع. لو سمحت هذا المكان محترم. دام أنا محترم يا محترم. ليش ما سمعت الكلام وبعت؟ لقيت السهم نازل من الصبح، اتصلت فيك وانت ما رديت، ابي على كيفي يعني. لا يا شيخ، على كيفي ما على كيفي الحين. ها يعني قاعد تستناني لما دج السهم بالأرض؟ انت ما تفهم انت؟ لكن ادري فيكم، ادري فيكم انتو. لازم تقبضني من تحت الطاوله عشان امشي لك شغلك، صح ولا لا؟ لو سمحت احترم نفسك. احترم نفسه؟ انا اللي بعلمك الادب احترم نفسي. ما أدري، ما شفته من الصباح. وبعدين أنا قلت لك متزعلين، وشكلي بزعل منك بعد. ما أدري والله، ليه كيف تحاول تأخذ مني المعلومات أنا؟ ليه ما تتصل علي أنت وتسأله وتقول له وش صار على الموضوع؟ لا مو انتقام، بس كذا. انت ما سألتني يوم رحت طلبتني منه. طبعا الحين تصرف، مو شغلي. شكلك مشغول ها؟ طيب اوكي خلاص، ان خلصت اجتماعك كلمني. اوكي بس. باي. أعرفه بس مو مرة، يعني من بعيد. ليش تسألين؟ لا بس كذا أسأل. طيب ما علينا من نايف، وش بتسوي هالمسكينة الحين؟ أقول عاد أنت المسكين مو هي. قال إيش؟ قال مسكينة؟ أبداً لا تحسسها بالشيء هذا. بعدين إحنا جايين هنا عشان أبيها تنبسط، تطلع من الجو اللي هي فيه. عاد تصدقين والله العظيم مستخسرة في واحد ما يقدرها، لكن زين إن عندنا كم يوم نقدر نهون فيهم عليها. إلا صح ويني الحين؟ جالسة بغرفتها كل شوية تنام وتصحى. المهم الليلة نبي نسوي لها جو بطل، نبيها تستانس تطلع من جو الكآبة. أبشري وباللي تبين. يلا مثل ما قلت لك يا أبو عبد الله، الزواج هذا انتهى، ما بيخش بالتفاصيل. اللي صار صار وانتهينا. لو ما تبي تقول لا تقول يا فارس، أنا مربيك على إيدي، بس حاسس إنه في شيء تاني. أنت تحب يا فارس؟ صحيح يا أبو عبد الله، وإن شاء الله بتجي معاي وبتخطب للبنت اللي أحبها عن قريب. مين؟ مين البنت هذه؟ وإيش ينقال لها؟ ومين هي؟ ومين أبوها؟ بنت أبو نايف الهامي. إيش فيك؟ ما قلت شيء؟ لا يا فارس، كنت أظن إن جاك في موضوعين، موضوع الطلاق وموضوع عطاء دبي، لكن الظاهر انه الموضوع واحد. الحين عجبتك البهدله اللي احنا فيها؟
أقول انثبر ولا عاد أسمع حسك، فاهم؟ أنا لو بإيدي هالوجه هذا خليته أسهم ما تعرف الطالع من النازل فيه. أبقى تبقى على كيفي. باعوك في سوق الحراج يا الدلو. احترم نفسك يا أستاذ حمود. رد يقول أستاذ حمود، رد يقول إحنا بسجن، بسجن ما في أستاذية هني، فاهم؟ أنا بقول أستاذ بس طلع لنا من البهذلة اللي إحنا فيها مثل ما تقول. على فكرة ترى ما حبيت راسك قدام بالضابط، ها؟ عشانك وعشان هالوجه هذا كيفي. أنا متعود على السجون، ما عاد مشكلة. أنت ليش شايل عليه الشيلة هذه يا أخي؟ والله الموضوع جا كذا، وقلت لك إني بعوضك. بتعوضني؟ شلون؟ ما عليك، بضبط لك ديلي عوضك كل اللي راح. على فكرة ترى ما عندي ولا ريال، ها؟ راس مالي أسهم. ما عليك، بدون فلوس بعد. خلصني وقول لي شلون. قلت لك ما عليك. لا، ويتكلم بكل ثقة، تحسسني كأنك ديلر في صالة قمار. أقول لك سر؟ بعد في أسرار قول. سعري بسعر الديلر، ترى هي صالة واحدة متكاسمينها. نيوفي حبيبي، ليش ساكت؟ تكلم قول شيء، ترى تمللت. انزين، ايش رايك نطلع مع بعض؟ نروح اي مكان، على الاقل نروح نتعشى في المطعم اللي تحت. اذا تبين عشاء اطلبي من روم سيرفيس، هم يجيبون لك. لا ما ابي، ابي اطلع معك. وبعدين ترى احنا للحين في شهر العسل. مالي خلق نايف، انت زعلان مني صح؟ زعلان من الكلام اللي قلته البارحة؟ ترى والله مو قصدي. مشاعل، ممكن تتركيني لحالي؟ قاعد افكر بهالمصيبة اللي ما ادري وين طلعت لنا، مو لاقي اي حل، كل النتائج ابشع من بعض. اذا تبين تطلعين روحي روحي، فرجي تلفزيون، انزلي مطعم، كوفي، اي شيء اللي يريحك، اهم شيء خليني بالحالي وماسك ارضي، زين؟ ايش طالعين كذا؟ اطالع جوالك اللي قاعد يولع ويطفي من يوم قعدت تقول سيفتي. يا اخوي يا رد يا سكره اذا ما تبي ترد. خليه وما خليه، صاحب الحاجه ارعن. صاحب الحاجه ارعن يا حمود؟ يا ولدي رد، اللي يتصل ذبح نفسه وهو يتصل. خليه يزهق ويروح. يما خلي التلفون، خلي التلفون. الو حمود؟ ايه يا ابوي، موجود موجود، هذا هو. امسك امسك، خذ خذ، رد على الناس.
الو، هلا هلا ناصر، هلا بالحبيب. إيه لا، تلفوني كان في السيارة. لا والله يا أخوي، لا للحين ما صار شيء. ناصر، وش تبين أسوي يعني؟ أبيع بخسارة؟ ما علي، اصبر اصبر اصبر، بعد أسبوع إن شاء الله. أنت صابر كل هالأيام وكل هالشهور، صبرت سنة أنت يعني، ما قادر تصبر أسبوع؟ لا إن شاء الله عقب أسبوع، عقب أسبوع بعطيك كل فلوسك. إيه إيه إيه، لا لا أكيد هالمرة، هالمرة أكيد أكيد. يلا باي. ارتحتي؟ يا رب يا رب اهديه وصبرني يا رب. شو باليوم البيبي زعلان ومش على طبيعته؟ أبد، بس والله قاعد أفكر بالأشياء المقلوبة والأشياء المعكوسة. الولد يطلع على أمه والبنت تطلع على أبوها. قصة تنفع قصة هذه. وأنت مين طالع بيشبهك؟ الولد أم البنت؟ ريم. ريم لو إنها ولد كان وقفت السوق على رجل ونص، لكن شو تقولي؟ حظ. هالولد اللي عندي المفروض إني أحجبه وخليه في البيت يقعد. ريم تبارك الرحمن، ذكاء، شاطرة، تكتيك، تخطيط، ترتيب، ما شاء الله عليها. شفت شلون قايل الحظ الردي؟ حبيبي بدي نسيك همك وحضرك فيديو بموت من الضحك. تفرج واخذ اعلى ريتنج بيوتيوب. ما علي خلق اشوف اي شيء لليلى، الله يخليك. يا بيبي كثير مهضوم، الواحد لقطته مرته متجوز عليها بالمطعم. تخيل. ما علي خلق زينب بنت الحلال. بدك تفل؟ بدك تنام هونيك؟ أبى أروح في شغلة فكري وودي أناقشها مع ريم. أجل إذا هيك دربك زراعي. أيوة كذا يا أستاذة هند، اشربي القهوة واتركي عنك نصايح مريم نور. إيش دعوة يا غادة؟ ما يصير تعودين على المنبهات وآخر الليل بعد. أقول عبد العزيز لا تدخل نفسك، الشيء هذا بيني وبين صديقتي لو سمحت. طيب انزين، خلاص خلاص أكلتيني بكشوري. أيام سوري، آسف. بس والله أثر القهوة طعمها حلو وتعطي جو. أنا مدري، شفتي أنا قلت لك من زمان أشرب القهوة لكنك ما تسمعين كلامي. خلاص أجل دام أنت وعبد العزيز متفقين، أجل أنا أروح طوال الغرفة بجيب شغلة مرة ضرورية وبرجع لكم. بس ما تطولين. طيب أوكي. ها ان شاء الله عجبك المكان. ايه صراحه المكان مره حلو يهبل. صدق اني اول مره اجي هنا. معقوله اول مره تجين هنا؟ انا جيت دبي كثير بس هذا المكان ما قد جيته، بس الظاهر انه جديد صح. ايه تدري يا فارس، انا من جد متملله وزهقانه وطفشانه من السعوديه كلها. قاعد افكر كذا اسافر لاسبوع، اروح لمكان ما في ولا احد. ولا احد؟ ايوه ولا احد. لا ما راح اقول لك. وش اللي ليه؟ لان بكل بساطه اذا علمتك بلاقيك هناك قبلي، وانا اساسا هربانه منك. اي جد جد الجد الجد. مدام باباي باك. اي زين خلاص روحي، انا جايه. أقول بكلمك بعدين، الوالد يبيني. مو شغلك في وش يبيني، وأبوي بعد، إيش فيك؟ طيب برجع أكلمك. طيب أوكي باي.
أقول ريم، تعرفين واحد ينقال فارس؟ إي نعم طال عمرك، شفته بالإمارات يوم رحت مناقصة حق دبي. طيب وش رأيك فيه؟ ما أدري، يعني الواحد صعب يحكم على أحد يشوفه مرة واحدة. للعلم بس أمس جاري وطلب هيدك مني، عاد أنا بس يعني بصراحة أبيك توضحين لي الأسباب اللي خلتك تنسحبين من العطاء. طال عمرك انسحابنا من عطاء دبي ما له علاقة بفارس ولا بجيته أمس. أنا بكل بساطة فكرت إن مجموعة مثل مجموعة الفارس بتجاربها وبإمكانياتها مقدراتها ما انسحبوا إلا وخايفين يتورطون، فقلت خليني أنسحب عشان لا نتورط. بس إيه، بس أنا لما سألتك قبل هالمرة ما كان هذا جوابك. طال عمرك أنا خفت، تربط لساني من صراخك ومن عصبيتك، وخفت إن قلت لك تعصب زود أو تضايق. طبعا بعصب وبتضايق، اللي سويتيه اسمه غباء وعذر أقبح من ذنب. الشغل ما يندار بهالطريقة هذه. والله إذا كل مجموعة بتنسحب من العطاء نقوم حنا بعد لازم ننسحب وراها لأن فيها أسباب، هذا اسمه غباء. وش هالمنطقة الغريبة هذا اللي قاعد تكلمين فيه؟ بس كل شركة هي يبغى لها أسبابها ولها خصوصياتها، واللي ما يناسبها يمكن يناسبنا. منطق ما هو بصحيح أبد. أنا بصراحة سالفة العطاء هذه مهي داشة مخي، ماني مقتنع فيها، بس أنا متأكد إنها بيجي اليوم اللي يعرف فيها وش الأسباب بالضبط. اسمعوا اسمعوا اسمعوا، هاتي يلا. يقول لك البنت في شهر رمضان تقول لحبيبها: حبيبي أنا ما راح أكلمك إلين بعد الأذان، طفي علينا يا التمرة. تمرة؟ طيب لحظة هاتي يلا يلا، نبي واحدة أقوى شوي. الثانية تقول: حبيبي أنا مرة تعبانة، تعرف بس أسمع صوتك أحس إني أنا خلاص صداعك والألم كله راح، طفي علينا يا البلدول. حبتين مرة بايخة صح؟ يعني نبي واحدة أقوى شوي. بس خلاص أنا ما عندي لك الثانية، يلا أنتوا سمعوني. أنا ماني بحافظ شيء، أنت قولي أنت. لا ما عندي شيء، خف علينا الفاضية. إلا وش سالفة المسجات هذه والنكت هذه اليومين؟ ناس فاضية تخترع وبيسيهات و... طيب يعني أقول لكم لو أينشتاين يعني كان موجود. نايف وش فيك؟ ترى من ذاك اليوم وأنت مو طبيعي، تصرفاتك غريبة، لا تتكلم لا طايق تشوفني، صاير معك؟ بعدين تعال بسكوتك هذي راح يغير الموضوع يعني؟ ما فيني شيء. انزين نايف ايش رايك تشرب؟ اطلب لك شيء تشربه؟ ادري ان نفسيتك تتعدل مع الشرب. لا مالي نفس، شربت واجد هالاسبوع وراسي قام يوجعني، ما ابي اشرب. اوف نايف ما يصير كذي، مليت تعبت، ما يصير كلها محكوره بالفندق، من الغرفه للمطعم من المطعم للغرفه، خلاص زهقت ابي اطلع بغير جو. بعدين بقول لك يعني ما يصير كذي، خل نروح مكان. ايش رايك نروح سينما؟ خلاص نروح الليله ماشي. انزين قول لي شنو راح تسوي موضوع بوك؟ والله ما ادري. ايش رايك تروح تكلم ابوك؟ على الاقل نفسيتك تتعدل ولا تكون متوتر وخايف. انا اقول احسن شيء تروح تكلم ابوك. مشاعرتك فين؟ فكينا من افكارك الخنفشاريه هذه. اجل اقول لابوي، انت ما شفتي ابوي ولا عرفتي هذا ابو نايف. اقول لابوي. اي منصور علمني وش سويت بالفندق؟ ما طلع ولا راح اي مكان نايف. اي وبعدين يعني هند؟ اظن انتي سافرت. سافرت وين راحت؟ والشو؟